طبعا الحوارات السياسية بين جميع الكتل هي مسألة طبيعية في هذه المرحلة، لأن الكل يسعى إلى تشكيل كتلة أكبر والدخول إلى البرلمان. فمسألة حوارات السيد الصدر مع الأطراف الأخرى التي ذكرتها وغيرها هي مسألة طبيعية، ونحن نعتقد أن الإطار التنسيقي أيضا لديه من الحوارات ما هو جدي وما يؤهله لتشكيل كتلة أكبر في الوقت الراهن، وممكن أن يدخل البرلمان وهو مرتاح يعني بأريحية. فبالتالي ننظر إلى جميع الحراك بمجمله كإطار تنسيقي، ننظر إليه على أنه أمر طبيعي ويجري في سياق العملية السياسية الجارية في البلاد منذ سنوات، يعني منذ 2003، ليس هناك جديد في هذا الموضوع.